فيما تعلق بما وصف بالخطر الإيراني في المنطقة، كيف ترى هذه القمة؟ هل بالفعل تأتي من أجل محاولة التصدي لإيران؟ لا 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 نهائيا، أمريكا لا تريد التصدي لإيران. أمريكا هي مستفيدة من إيران، أكثر دولة في العالم مستفيدة من إيران، وما تقوم به إيران من عربدة في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية هي أمريكا وإسرائيل. فكلما زاد الضغط الإيراني زادت كمية شراء الأسلحة وتقديم المال إلى أمريكا من أجل حماية منطقة الخليج أو المنطقة العربية. ولكن أريد أن أؤكد للجميع العرب ولجميع دول الخليج بأن أمريكا هي التي توعز لإيران من أجل أن تقوم بما تقوم به من عربدة، وكذلك من نشر الفتن والدسائس والقتل والاغتيالات، وكذلك نشر الإرهاب والخلايا الإرهابية في منطقة الخليج العربي وخاصة في اليمن وما تقوم به في اليمن. فلو كانت أمريكا هي تقف مع دول الخليج لساعدتها على إنهاء ما يجري في اليمن، وساعدتها على إنهاء ما تقوم به إيران من تقديم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى العصابات الحوثية في اليمن. ولكن أمريكا هي مستفيدة استفادة كبيرة جدا مما يجري حاليا من تهديدات يومية من قبل إيران، هذا أولا. ثانيا، لو كانت أمريكا صادقة اتجاه دول الخليج لمنعت إيران من تطوير سلاحها النووي والذري، ولكن كذلك هي مستفيدة من هذا النوع من خلال الضغط على دول الخليج. فعندما أرادت وفكرت وفكر الرئيس صدام حسين أو العراق في إيجاد مفاعل نووي وفي إنشاء مفاعل نووي في العراق، مجرد تفكير قامت الطائرات الأمريكية والإسرائيلية بقصف المفاعل النووي قبل أن يتم تجهيزه. لذلك نحن نؤكد للجميع بأن أمريكا هي مستفيدة مما تقوم به إيران وما فعلته إيران وما تفعله إيران حاليا من ضغوط سياسية وأمنية وعسكرية وإرهابية على دول الخليج وعلى دول منطقة الشرق الأوسط عامة.